فالي بداية فقراتنا لليوم رح نوجه فيها لمؤشر الحديث نحو العمل التطوعي، سواء كان هالعمل بيكتسب صفة العفوية أو منظم ضمن مبادرات المجتمع الأهلي. رح كثقافة حياتية معيشية نركز على دور المرأة فيه ودور وسائل الإعلام مع الصحفية تغريد ريشي رئيسة تحرير مجلة اليسار. يسعد صباحي. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك دكتورة تغريد. صباح الخير. صباح الخير لسوريا المتألقة دائما بهاليوم الربيعي المشمس. تسلمي يا رب. بداية خلينا نحكي شوي عن مفهوم العمل التطوعي بشكل عام. العمل التطوعي نحكي عنه. العمل التطوعي يعني إذا بدي أحكي عن مفهوم العمل التطوعي هو عمل منتج بمبادرة قد تكون جماعية وقد تكون فردية، لكن يعود الخير على المجتمع المحيط، يعود على أفراد غير الشخص، قد ينال الشخص جزءا منه لكن المقصود ليس عمل شخصي. العمل الشخصي هو إنتاج شخصي يعود بعائد للفرد. العمل التطوعي إذن هو عمل مجتمعي، عمل جماعي، عمل يهدف إلى الخير، إلى العطاء داخل محيط الإنسان. يمكن من أكثر الأشياء اللي عم نلاحظها مع بداية الأزمة هو بروز العمل التطوعي. عم نشهد كثير من الفعاليات والنشاطات وعم نتفاجأ يمكن بمواهب وقدرات الشباب السوري. خلينا نحكي عن أهمية العمل التطوعي في بناء المجتمعات، خصوصا المجتمعات الأهلية. يمكن هي المجتمعات اللي عم يركز عليها العدو الخارجي لضرب. نعم. لكن نعم. الشباب اليوم عم يرجينا أنه إرادة الحياة موجودة رغم كل الظروف. عم تلاقي الشاب طالب الجامعة عم يلاقي وقت صغير للعمل التطوعي، عم تلاقي المدرس، الدكتور، أي حدا في مكان عمله عم يلاقي وقت لهذا العمل. هلأ العمل التطوعي، نحن إذا بدنا نحكي عن العمل التطوعي في سوريا أو في المنطقة، بدي أحكي عن سوريا. أنا مترسخ بحياتنا، بتاريخنا، مترسخ بالذاكرة الجمعية لسوريا. يعني نحن بدنا نعرف، إذا بتسألي أمك أو بتسألي ستك بتقلك أنه كانوا يعني إذا وحدة شافوها، لنفترض أنه اليوم بدأ عندها عزيمة وبدها تطبخ، نص نسوان الحارة بيجوا بيسألوها، يعني لا بدهم يأكلوا معه ولا بيساعدوا. بالريف العمل التطوعي كان له أهمية كبرى. بالريف خصوصي القرى المتناسرة، يعني واحد شاف حدا، يعني أنا بتذكر من ضيعتي، هي بتبعد عن جبلي 5 كيلومتر شرقا، إذا حدا عيلي بدها تطين بيتها، حدا عم يحفر شجرة، حدا عم واحد ماشي بالطريق يشلح جاكيت ويحط أغراضه ويجي يساعد. يعني العمل التطوعي هو بذاكرتنا الجمعية. هلأ بدنا نقول بالأزمة نحن بحاجة إلى العمل التطوعي كحاجتنا إلى الماء والهواء. في طاقة شبابية، طاقة قادرة على العمل. الأزمة كانت سبب بأنه بددت هذه الطاقة. إذن الموجود بدنا نستفيد منه. ما بدي كل واحد، يعني ما بيصير، أنا بقول عن حالي، بقول عن أولادي، ما بيصير ننكفئ ويكون أنا الناتج هو فقط لنا. العمل المجتمعي التطوعي له فائدة دائما وأبدا. إن لم أنال أنا هذه الفائدة، أحد أبنائي أو أحد أحفادي سينال هذه الفائدة، أحد أقربائي، جيراني، من أحبهم. أنا بحب كل سوريا طبعا، يعني فكل عمل تطوعي بده يعود بناتج خير على المجتمع والوطن. نعم، عم نحكي عن أهمية العمل التطوعي. طبعا المرأة هي فعالة بجميع الميادين، بس خلينا نحكي شوي عن دورها بالعمل التطوعي. هلأ المرأة مثل ما دائما منركز عليها، نحن ما بدنا نعطيها مهام أنه تسقي الكاهلة، لا، لكن هي بطبيعتها بتكوينها لديها هذا العمل التطوعي. يعني صدقيني بتبدأ من وقت بتشوف ابنها عم يدور، واحد عم يدور، هلأ بدنا نقول أكثر شيء بيدوروا على الموبايلات، تنكش البيت لا تلاقي له الموبايل، واحد ما لقى غرض له. تبدأ من بيتها بالعمل التطوعي، بأنه أولاً تربي أولادها يساعدوا بعض. يعني ابني اليوم أنا مشغول بأمر ما، ابني عم يساوي شي ببيته، لازم الأم تكون محرض خفي ولطيف على أنه أخواته يجوا يساعدوا. لازم الأم تعطي أولادها دائماً وأبداً، تأكد وتذكر كلام الأم، صدقيني بيرسخ بالذهن. دائماً تذكرون أنه في شجرة قدام البيت نشفاني، تحمل لو حملت بإيدها قنينة صغيرة من اللي بدها تكبها، وسقت هاي الشجرة، لأن وفيها كمان تشرح لهم أنه هذا الأخضر بيخفف شوي، بيعطي أكسجين للمحيط، نستفيد نحن وجيراننا. ما اعتبر أنه أنا اللي موجود
على الرصيف، موجود بالجنينة البناية، موجود بالجنينة المقابلة، هو للبلدية وهو للمحافظة وهو لعامل النظافة. العمل التطوعي إنه الواحد إذا كان حامل بإيده كيس نفايات ما يحطه لأنه شايفه للزبال قريب، لا، أنا إذا رحت لعند الزبال وعطيته إياه بالحاوي الصغير اللي معه، هذا عمل تطوعي وأدخل فرحة وحسيته إنه هو مثل، يعني انا ما عم اقول انه هي وهي الثقافه تزرع من البيت. يعني نحن عم نحكي عن دور المراه او دور الام من خلال تربيتها لاطفالها، الكفاح اللي عم تناضل فيه طول النهار بهي التربية، هذا عمل تطوعي وبتزرعه لاولادها. لما بقول ماما روح جيب هذا الغرض، ساعد اخوك، شوف جارنا، او شوف هذا العمل التطوعي من البيت. يعني نحن بنقول هي البذره بتولد عندنا، ويمكن نحن ما عندنا هي الثقافه بس صارت اوسع هلا. يعني ما عندنا ثقافه المفهوم تحديدة تماما، بس هي موجودة منذ سنين. يعني منا وليدة اللحظة فينا نقول. نحن يعني نكون صادقين، نحن مرينا بفترة رفاه بسوريا نسيناها، مو ما احتجناها، نسيناها، لأنه كان دائما أي عمل تحس يعني إذا رصيف في حجر ثاني يوم أنا أشوف الورشة إجيت، إذا التليفون انقطع بتليفون للطوارئ يجي الكهرباء، يا ويلون إذا الكهرباء 10 دقائق لأنه جوز هلأ بده يطلع المسلسل. نحن كنا بفترة رفاه، بفترة خدمات جلة كانت بتقدم للمواطن. إذا هلأ بدنا نقول نحن صدقا صدقا، أنا بنطلق من نفسي وبتمنى كل الأمهات وكل النساء يكونوا مثلي، أنا إذا بشوف ضوء بالبناية شاعل مثلا الدرج ومعلي، بحاول كتير أني رجعه مشان ما يصرف كهرباء لأن بحس قديش الكهرباء. أنا إذا ببيتي طفيت الزرار اللي ماني محتاجتها، أنا عم أخدم جاري، عم أخدم واحد تاني، بيت تاني عم تجيه الطاقة الكهربائية. هلأ أنا بتذكر من كام يوم باب البناية معطل، منقول لجنة البناية هلأ تيجي تساوي، أنا شفت واحد من جارنا مهندس إجا القلب تبع قفل الباب وأخده وساوى. صدقا أنا امتنيت وتمنيت أني فيني أقدم لهم خدمة مقابلة، يعني امتنيت كتير. هذا روح العمل التطوعي. تمام، خلينا نتطرق لوسائل الإعلام بالترويج وكيف بتتناول العمل التطوعي. هلأ وسائل الإعلام الله يعينها على الضغط الكبير 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 اللي على الأحداث، يعني أنت كل ساعة، لا كل ربع ساعة هنالك جديد يهم كل الشرائح السورية، يهم حياة السوريين. لكن وسائل الإعلام صدقا عم تواكب. يعني أنا كتير بشوف شباب وبنبسط كتير، في شباب كانوا عم يزرعوا شجر، في شباب نظفوا حديقة عامة، في شباب زاروا المخيمات المهجرين، في شباب قدموا خدمات وزعوا، في شباب عم يجمعوا، أنا بعرف في شباب وبيراسلوني أحيانا بيجمعوا إنه إذا أنتوا عندكم دواء زايد معلش. هلا أحيانا أنا يعني دواء معين واحد عم يجعوا سنه وما عاد لازمته، بجوز في واحد تاني عنده نفس الألم وبياخده بالناس اللي تركت بيوتها والآن هي بحاجة أحيانا مصدر دخله، ما كل الناس موظفة وعم تقبض راتبها. الشباب أنا شايف الشباب عندهم غايرة منهم، أنا لا عندهم شيء متجدد، عندهم أساليب جديدة. صدقا بشوف دائما، أنا بتابع وسائل التواصل الاجتماعي بعتبرها من ضمن وسائل الإعلام، بتابع الوسائل الإعلام السورية الفضائية والإخبارية وغيرها. صدقا في مبادرات خلاقة ورائعة بتمنى تعم، يعني في شيء كتير حلو للشباب السوري، وفي مسميات كتيرة وكلها تتناول، حتى العنوان يتناول محبة الوطن. يعني تحسي عنوان حتى هالمبادرة التطوعية في شيء بيجمع وبيلامس المشاعر. يمكن ضمن برنامجنا ست تغريد صباحنا غير كثير عم نسلط الضوء على جميع الفعاليات والنشاطات التطوعيه للشباب السوري بالذات. قديش مهم فعلا ترسيخ هيدا المفهوم في المجتمعات الاهليه، مو بس ثقافه في المجتمع، حتى ترسيخه من خلال المناهج التربويه، يعني يكون فعلا في ماده تثقيفيه. هلا شوفي لك هون بيصير وجعنا نحن مناهجنا مثل ما قلت لك، مناهجنا التربويه ما بعد الاستقلال تناولت النضال وتناولت تاريخ سوريا. بفتره الرفاه اللي يعني الأربعين سنه الماضيه كنا بدنا نركز على خلق الانسان، على ابداع، على تحفيز الجيل انه يكون دائما مثل السلف الخالد، السلف اللي ناضل اللي بنى سوريا، يعني اللي عمل مجرى بردا انسان خالد، لانه
أكيد مئات السنين وهو ماشي لسه النهر وعم نستفيد منه. فأنا بتمنى مناهجنا التربوية فعلاً، نحن ما بنقول والله تنضرب من أولها، بتمنى ترسق على مفهوم محبة العطاء للآخر. أنا ما بدي أقول إنه أنا بس بحببه بالعلم، هي كانت تمرق يمكن دروس، بعض دروس القراءة إنه باسم ساعد رباب بقصة معينة، كانت تمرق ببعض الدروس، بس ما في يمكن توجيه محدد. إحنا مرحلة بناء سوريا الحديثة، سوريا المستقبل، يعني نحن هلأ بدنا نقول بدنا نبدأ بسوريا، بس ما بدنا نبدأ بتجربة. نحن إذا جربنا سابقا وما نجحت التجربة كنا قادرين وببساطة يكون إلى بديل. هلأ نحن مضطرين إنه الطاقة والإمكانات تعطي الشيء اللازم، ما نجرب مثل ما قلت لك. وبتمنى بعض يعني بعض المناهج تأكد على العمل التطوعي، يعني لدينا نحن الآن تجارب رائعة، تجارب ممتازة بكافة المحافظات. يعني أنا قرأت عن حلب شغلات كتير، يعني في صناعيين ناتج مصانعهم إجوا عطوه لأهل الحي تبعهم وأهل المدينة. بدنا نوجه كلمة منك للي عم يتابعنا هلأ، للشباب بدنا نوجه لهم كلمة بخصوص هذا الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه. يعني أنا بقول لهم للشباب نحن ما منحاكيكم من 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 منطق العارف بكل شيء. أنتوا لديكم الآن للشباب لديهم إمكانات، لديهم قدرة على خلق نماذج، على خلق طرق وإبداعات بتخدم المجتمع. يعني نحن بنتمنى حتى نحن الكبار الشباب إذا عندهم فكرة يوجهونا نحن فيها، قد نكون داعم، قد نكون نحن كإعلاميين وكأمهات ربما الناقل، ناقل هذا الخبر الجيد وناقل الداعم لكم. لا تنتظروا علينا، يعني دائما الواحد بيشلع على أهله، دائما بينتظر حدا يدعي، بس والله عم نتفاجأ بالأعمار، يعني من الصغير للكبير. أنا بالعمل بتمنى دائما أني أنا بتمنى دائما أني تابع هالإبداعات، ومثل ما قلت لهم أنا هذه الغيرة بتحفزني على العمل، ليست غيرة سوداء أبدا والله ولا حسابي بالضبط. يعني بتمنى فعلا أني أشوفهم، وقت بشوفهم أنا بادر والله، يعني هيك بحكي بتدخل، يعني بشعرهم أنه أنتوا اللي عملتوا كتير حلو. تمام. أكيد أكيد. ست تغريد ريشة رئيسة تحرير أليسار، شكرا لوجودك معنا. والعمل التطوعي يمكن هي ثقافة وبذرة موجودة منذ السنين في سوريا، وعم نشهدها في ظل الأزمة يمكن دور كتير بارز في جميع الأصعدة. شكرا كتير إلي. شكرا لكم. يعني أنا بدي أضيف كلمة إنه هي فعلا بتريح كمان. يعني اللي بيعطي بيرتاح، فخلونا دائما يكون ضميرنا مرتاح تجاه سوريا. نتشكر وجودك اليوم ست تغريد، وبنتشكر المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا كثير لحضورك صباح الخير. شكرا لكم، صباح الخير لسوريا وللإخبارية وفريق الإخبارية الرائع. شكرا.